هنا صباح الخير عليكي وكل جمهور دلوقتي 10 الصبح بيسمعك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقول لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة وكمان أنشطة اللجان. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد الفوز في مباراة إمبي والتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته استعدادا للمنافسات القادمة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان استكمالا الحديث عن كرة القدم، أمس تم الإعلان عن جدول بطولة الجمهورية لشباب كرة القدم، يعني فريق 2001 هيواجه في بداية مشواره للموسم الجديد موسم 2021-2022 فريق الشرقية للدخان، بالتحديد يوم السبت القادم 3 أكتوبر بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر. كمان فريق شباب 2003 هيواجه أيضا في بداية مشواره فريق الشرقية للدخان يوم 7 أكتوبر أيضا بملعب النادي الأهلي بمدينة نصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد وإن شاء الله يكون موسم استثنائي. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا نروح دلوقتي للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة السلة. مستر أجاستي أمس كان أعلن قائمة النادي الأهلي اللي هتشارك في البطولة العربية بتضم 12 لاعب، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. البطولة هتبدأ يوم 29 سبتمبر حتى يوم 9 أكتوبر، وطبعا هيستضيفها نادي الاتحاد السكندري. بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة. القائمة بتضم مايكل تومسون، مايكل فاكوادي، إيهاب أمين، عمر عزب، محمد أبو النصر، سيف سمير، أحمد مهيب، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد حمدي، عمر طارق، وأيضا عبد الله ناصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن بطولة منطقة القاهرة هتكون خير استعداد لبطولة الأندية العربية، طبعا كان توج بيها فريق كرة السلة. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا ان رجال كرة السلة عندهم هدف واحد هو تحقيق بطولة الأندية العربية. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة الكاراتيه. كاراتيه النادي الأهلي بيحقق انجاز جديد وهو التتويج والترتيب اول عام في بطولة الجمهورية كاتا. البطولة كانت بدأت منافستها يوم الأربع الماضي وانتهت منافستها امس، وقدر النادي الأهلي حقق المركز الأول زي ما قلت، يعني قدر يحقق 8 ميداليات ذهب، 12 ميدالية فضة و12 ميدالية برونز. طبعا ببارك لهم يعني إنجاز جديد وإن شاء الله مزيد من التألق عفوا والتقدم في الفترة القادمة. كمان فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي هتغادر النهاردة لمحافظة الأسكندرية استعدادا لبطولة الجمهورية اللي هتبدأ منافساتها اليوم حتى يوم 3 أكتوبر. يعني طبعا منافسات البطولة بتضم رجال وسيدات، شباب وشابات، وأيضا ناشئين وناشئات، بالتحديد من فريق النادي الأهلي بتضم 60 لاعب ولاعبة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. البطولة هتقام على صالة هيئة قناة السويس بمحافظة الأسكندرية. خليني اقول لكم ان فرق النادي الاهلي استعدت بشكل قوي جدا، يعني كان الجهاز الفني حريص على تكثيف جرعات التدريب سواء التدريبات البدنيه او الخططيه استعدادا لبطوله الجمهوريه. طبعا بنتمنى لهم برضو كل التوفيق وان شاء الله يحتلوا المراكز الاولى زي ما عودونا دايما. كمان معانا اخبار خاصه بكره اليد. سيدات كره اليد النهارده هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في تمام الخامسه مساء استعدادا بقى لمنافسات بطوله منطقه القاهرة. يعني خليني أقول لكم إنه حتى الآن سيدات كرة اليد ماشيين بخطة ثابتة الحقيقة في بطولة منطقة القاهرة. قدروا يفوزوا على فريق حلوان وهليوبلس وهولي ليدو. كمان خليني أقول لكم إن في الفترة القادمة هيبدأوا بطولة الدوري بالتحديد يوم 12. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يتوجوا بجميع بطولات هذا الموسم زي ما وعدوا كل جماهير النادي الأهلي. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان أنقل لكم أخبار أنشطة اللجان. لجنة المرأة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بتعلن عن تقديم ندوة بعنوان حكاية الجمال حقيقة مش خيال. هيدير الندوة دكتور عبد الناصر النجار أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب. الندوة هتكون يوم الخميس القادم 30/9 بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر في تمام السادسة مساء بالتحديد أمام الشاشة الرئيسية. طبعا يعني هتكون ندوة مثمرة ومميزة الحقيقة زي ما
دايما عودونا اللجان داخل النادي الاهلي، فياريت كل الاعضاء المهتمين يتجهوا لفرع مدينه نصر يوم الخميس القادم. يعني دي انا هوندو يا كريم كانت ابرز الاخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جدا على هذه التغطيه يا هنا، شكرا ليكي جدا.